ما في شيء يا ابني، ما في شيء. بس رحت لعند هذا الوزوز ابو جودات، بدي افهم منه هذا الحكي اللي حكي الكوماندان، شلون صار كيف صار. ايه شو قال له؟ وزوز ابي هذا وزوز، هذا بحياته فاهم عن الوظائف شو بتحكي، بيقطع شو بالحوش. لا وصاي طول لسانه هالمرة. طول لسانه؟ اي لا. ايه سيدي طول لسانه، وزوز عم يطول لسانه، لكان بينفش بريش غيره، ابي طول لسانه ما بدي وجعك راس هالقصة اللي يرضى عليك مناقصني انا. يا ابي هذا ابو جودات ما بينسكت له، انت عم تقول عنه وزوز. وزوز لانه وزوز وبيشروش ولقلوق. انا بدي افهم شو القصة. والله مو مشاني لك ابي، ولا مشانه الوزواز، مشان انا الحال انا، فهمت؟ مثل ما بدك يا ابي. ولا شو ناوي تعمل؟ بدي اطلع الكبير، بدي اطلع الكبير، بدي اروح عند الكوماندان ذات نفسه بدي افهم شو القصه، لعند الكوماندان بدي اروح. بدك تطلع لعند الكوماندان؟ ايه ابي، على الكبير، غير هيك ما راح تنحل القصه وما راح افهم، ولا اهل الحال راح يفهموا. وين اخوه؟ اخي؟ ما بعرف، ما بعرف.